قام ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح صباح اليوم بتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبق ورئيس مصلحة تشخيص النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني وذلك في بيت المرشد بالعاصمة طهران